مشاهدين الكرام، إنجازات كثيرة يقدمها عيال زايد في مختلف المجالات، ومن أهمها المجالات الطبية والبحوث العلمية. اليوم راح نسلط الضوء على قصة نجاح وصلت للعالمية من خلال بحوث كثيرة وكبيرة عن مرض السرطان، واللي نتج عنها كتاب بأكيد تحت عنوان واقع السرطان في العالم، وهو من أكثر الكتب الطبية تداولاً في الشرق الأوسط. راح نتحدث عن هذا الكتاب وعن البحوث والعلاجات السرطانية الحديثة في الدولة مع ضيفنا صاحب هذا الإنجاز الكبير أكيد الإماراتي البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام. حياك الله، مرحبا بك معنا بروفيسور. السلام عليكم ويا مرحبا بكم، وشكرا على الاستضافة الكريمة هاي. حياك الله ومرحبا بك. أول شيء إحنا نبارك لنا ونبارك لك على هذا الإنجاز، لو تكلمنا عن هذا الكتاب. طبعا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكتاب هذا في بدايته في سنة 2017 عند رجوع الولايات المتحدة الأمريكية، كنت أبحث عن مصادر عن يعني طبيعة السرطان وعلاجه في المنطقة العربية، واكتشفت أن هناك لا يوجد أي مصادر بتاتا عن هذه يعني الإشكالية اللي تعتبر من المشاكل الصحية الكبيرة في المنطقة العربية. ولازم أذكر أن السرطان أي مصادر، قررت أن لازم إحنا نتخذ قرار أن إحنا نكتب عمل بحث موسع عن هذا الموضوع، ولكن اكتشفت وأيضا نحتاج العديد من المصادر. ولله الحمد نشرنا الكتاب هذا مع شركة سبرينجر عالمية الدول العربية، والكتاب تم إطلاقه في إكسبو الماضي، وخلال أول 3 أيام حقق أكثر من 30,000. اعتبر الكتاب أكثر كتب تداولا طبية في العالم العربي. قلت إن مشاركين 50 باحث، لو تكلمنا عن هذا كانوا هل هم من دول عربية فقط ولا من دول معظمهم من دول العربية، ولكن أيضا هناك باحثين من دول أوروبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تركيزنا كان على ضم الباحثين والأكاديميين وأطباء متخصصين في مجال السرطان من الدول العربية، كل متخصص في دولته، وكل واحد منهم مد لنا معلومات خاصة عن كل دولة. وتقريبا كل الدول العربية كان موجودة ولله الحمد. في النهاية طبعا هو عمل تعاوني بين جميع الدول العربية بقيادة إماراتية، وإحنا ولله الحمد فخورين بهذا الإنجاز اللي كثير من الناس للأسف في البداية شككوا في قدرتنا على عمل هذا الكتاب، لأن الكتاب يتطلب تقريبا 5 سنوات كاملة من العمل، ولكن الحمد لله بالدعم الكبير اللي حصلناه الكتاب رأى النور وحقق هذا النجاح. احنا حاليا يعني في نعمل على إصدار الطبعة الثانية بإذن الله، طبعة محسنة ومعدلة وفيها تعديلات أكثر بإذن الله إن شاء الله. بروفيسور يعني حميد، يعني سؤالي أنا يعني كلنا نعرف لكل داء دواء، إلى أين وصلتم أنتم في العلاج مرضى السرطان؟ نعم طبعا خلنا نكون واضحين، إذا كان السرطان في المراحل المبكرة نسبة الشفاء تصل إلى 90-95%، ولكن إذا السرطان كان في مراحل متأخرة نسبة الشفاء ليست عالية. لهذا السبب احنا دائما نركز على موضوع مهم جدا، وهو يعني زيادة الوعي المجتمع عن أسباب السرطان والوقاية من السرطان، وأيضا الفحص المبكر للسرطان. فالحل الوحيد لمواجهة السرطان في المستقبل هو عن طريق زيادة وعي المجتمع وزيادة الفحص المبكر للسرطان، ولكن هناك علاجات كثيرة جدا ولله الحمد في الفترات الماضية، خاصة خلنا نقول 10 سنوات الماضية، تطور كبير جدا في علاجات، وبعض الأمراض حتى كانت مستعصية قبل 10-15 سنة حاليا أصبحت أمراض مزمنة تعالج بطرق حديثة، حتى من نوع علاجات كيماوية، علاجات ذكية وحديثة، والإنسان يعيش حياة طبيعية مثل مرض اللوكيميا المزمن. الإنسان في السابق كان يعيش عدة أشهر فقط، ولكن حاليا الحمد لله يعيش حياة طبيعية مثل أي شخص من دون مرض إذا استمر على العلاجات الذكية مدى الحياة. جميل جدا، أكيد يعطيكم الصحة والعافية. أكيد أنا أبغي أسأل سؤال، يعني آخر يعني قريت أن إنجاز آخر تم الإعلان عنه هو علاج أول طفلة
مصابة باللوكيميا، صح؟ هي اسمها باللوكيميا، صح؟ صحيح، نعم. لو تخبرنا عن هذا، شو عبارة عن شو اللوكيميا؟ نعم، أول شيء اللوكيميا هو أحد الأمراض الدم، ممكن يكون مرض مزمن أو مرض حاد، وفي الأطفال بعد يكون المرض الحاد اللي يسبب للأسف يعني أمور كثيرة، منها فشل في أجهزة الجسم ويكون الوفاة. ولكن الحمد لله تطور العلم حاليا، العلاجات الكيماوية جدا فعالة، ولكن هناك حوالي من 10 إلى 15% من الأطفال لا يستجيبون للعلاج، يتطلبون زراعة نخاع، وإذا لم يكن هناك نجاح فيكون يعني العلاج فشل. ولكن لله الحمد في مركز الشيخ زايد في لندن للأمراض النادرة في الأطفال تم تطبيق تقنية جديدة، وهي تقنية كريسبر أو باللغة العربية تعديل جينات. وهذه التقنية قامت بعمل يعني تحديد الجينات اللي في عطب في هذا المرض، ومن ثم تم تعديلها بطريقة مناسبة وأدى إلى شفاء أول طفلة. وطبعا لازم أذكر أن هذا المركز تم تأسيسه من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الله يحفظها أم الإمارات، بدعم سخي جدا في من عدة سنوات، ومخصص هذا المركز للأمراض النادرة للأطفال. والحمد لله تعتبر هذه الحالة أول حالة في العالم يتم شفاء عن طريق تعديل الجينات. طبعا ما زال في مراحل التجربة، ولكن هذا يعتبر سبق علمي كبير جدا، وبإذن الله يفتح آمال كبيرة لعلاجات مختلفة للسرطان في المستقبل. الله يشافيها ويعافيها إن شاء الله. بس بروفيسور حميد، يعني أنا أبغي كذلك أتكلم وأغتنم هذه الفرصة أني أتكلم عن جمعية الإمارات للأورام، لو تكلمنا عن هذه الجمعية وتعطي نبذة للمشاهدين. نعم، طبعا جمعية الإمارات للأورام هي جمعية نفع عام غير ربحية تابعة لجمعية الإمارات الطبية تحت وزارة تنمية المجتمع، وتم تأسيسها في سنة 2016، والهدف منها عدة أشياء. رقم واحد، زيادة وعي المجتمع عن مرض السرطان. رقم اثنين، التعاون مع جهات عديدة داخلية وخارجية دولية لتطوير قطاع السرطان في الدولة. وأيضا النقطة الثالثة هي تطوير قطاع الأبحاث الطبية، والله الحمد نشرنا أكثر من 100 بحث طبي خلال السنوات الماضية في مجلات عالمية، وكان لها أثر كبير جدا على المستوى العالمي. جميل بروفيسور، يعني شو النصيحة اللي تقدمها لمرضى السرطان؟ نعم، مرضى السرطان دائما نقولهم توقع رب العالمين وأخذ الرأي الطبي الصحيح والمناسب من الأطباء المختصين، وعدم الجري وراء يعني الأكاذيب والإشاعات اللي يشوفونها في وسائل التواصل الاجتماعي. للأسف كثير من المرضى يتأثرون سلبيا بهذه الأمور. الشيء الثاني، تسمح لي بعطي نصيحة أيضا لعامة الناس والمجتمع، هي الالتزام بالفحص المبكر للسرطان. طبعا كثير من الناس يقولك دكتور أنا ما في أعراض، ليش أروح أفحص؟ بالعكس، الإنسان اللي ما عنده أعراض هذا هو الإنسان الصحيح أنه يروح يفحص، لأن السرطان إذا كان في مراحل مبكرة ما يكون فيه أعراض، ولكن للأسف إذا كانت مراحل متقدمة تطلع الأعراض. فنصيحتنا الوقاية خير من العلاج. تحياتنا لك أكيد البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام، يعطيك الصحة والعافية، شكرا لك على تواصلك معنا اليوم في برنامج دبي اليوم. جزاكم الله خير. شكرا لك.